تجربتنا اليوم راح تكون ساخنة. أتخيل نفسك تمشي في الشارع ويحبسك صحفي باش ياخذ رأيك في أسئلة خفيفة، وفي وسط الحوار يجي شخص ويقرب منكم ويحب يدخل ويشارك معكم في هذه المقابلة. لحظة تشوف الصحفي ينفعل ويرفض هذا الشخص ويتعامل معاه بطريقة غير لائقة لأنه شكله مختلف. حلا غي يحتقروا زعما ولا شي. أمام هذا الموقف المؤسف والمؤلم، واش دير في مكانه يا ترى؟ دابا نشوفوا ردة فعل الجزائريين كيفاش غادي تكون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي خواتاتي مرحبا بكم في هذا الفيديو. المهم ما غاديش نطول عليكم، غير هو ما تنساوليش اللي جديد معنا يشترك في القناة، مرحبا بك. غير هو الله يحفظكم ليا، ما تنساوش اللي اشترك معنا في القناة وكليك على اشتراك، ما ينساش راه كيطلع واحد الجرس مكتوب فيه الكل ولا اول، كليكيو عليه باش اي حاجة داتها جديدة توصلك انت الاول وتفرج فيها وتكون من الاوائل. المهم ما نزيدش نطول عليكم، نبداو الفيديو. ما تنساوليش اللايكات الخوت، لايك 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 لايك، يعني متاكد تكون زوينه بطبيعتها، ولكن غادي نشوفوها. خويا قرب رمضان ولازم نهضروا شويه عليه دوكا بوغ اوفر العزيز، معليش درنا لنا شويه الله يسترك. دقيقه نكمل معاه وتجي تهضر. واش راك حاب؟ فهمني واش راك حاب. حبنا تهضرت بان فلو شو على شوف اش كيدير فيه بعدا، شوف شو على شوف اش كيدير فيه. احترمتك جيت معاك يعني شو مشى في حاله يخليه ماشي غير تهضر مع الناس صافي تركون فرا صافي ما تهضرش. علاش ما تهضرش دوكا في رمانيا في كومبورتمون تاعك معاك ما نهضرش معاك تحت كامل تسمى بحال اللي كنعطيه قيمة من بعد نشافو دار هذا التعامل هذا اللي طاحت له القيمة ديالو. شو بنادم يا اخو ما قدش نجوزك، افهمني افهمني الله يسترك، ما قدش نجوزك ما قدش نجوزك. نقول لك علاش انت مشوه جسديا. واو مشوه لا 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 والله لا بزاف درت قيمه كيما حنا. واش بيك سيتا بالك واش عنده في راسه تما عنده. واو شوف عندك النقص كاش حسبي الله ونعم الوكيل. مشى مشى اروح ندوزك معايا اروح بقى فيه يا صاحبي بقى فيه. ما قدر ما باش شوف مشو غادي يمشي ما يقدرش يكمل معاك اصلا. شي يشوفك درت بحال هاد هاد الفعله هادي راه ما يبغيش. يا اخو ماشي شباب ما قدرش نجوزك، ماكش حطه ماكش جور مام واو ها هو نفس. شوف لا 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 شوف سي لا فيريتي يا اخو. لا 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 اخي ما تهدرلوش هكذا. لا 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 شوف شوف لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله شو ما نهدروش في العفايس هذوما. لا اسمح لي غادي يمشي ويخليه ما يمكنش اصاحبي راه مستحيل راه على خصهم بلا ما كيكون حر راه ما يقدرش. فهمني 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 انا برك هذا ما كان ما تزعفش عليا فهم. لا لا جور مسكين درت هضره اصلا هضره ما خصهاش تكون اصاحبي. قولها وعوده الجزائري ما يحبش الحقره ويروح معاك الى اقصى حد باش يحميها. ما يمكنش اصاحبي راه بزاف هذا خطا هذا خطا لفظي خطا لفظي نطلبه من ربي سبحانه وتعالى يغفر لك ويغفرني لاني نصت لهذا الخطا. هو ليس بمعوق هو انسان محظوظ. على بكرك قلتها لي اني حنضمه تقول ثاني انا حنضمه والله لا اه. شوف 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 شوفوا كيفاش راهو معنق ويدافع الله يلاشك طبعا دايروا كي خوهم يحبش. هذا موقف ولد بلادي مسطر خط احمر على الزواج الجزائري كي داير ما تعداش عليه. طبعا الله يبارك اللهم يبارك. ماشي نحقر فيك نقول لك الحقيقه نهضر نقول لك الحقيقه اخوك معايا ولا ماكوش معايا. ما رانيش معاك راه ما يمكنش نتفق معاك. ما يجوش يا اخو ما يقدرش يجوش. قال له علاش ما يدوزش يلا اقنعني اعطيني شي سبب. ما يمكنش اصاحبي راه بنادم حتى هو صاحبي مالك حتى هو ما غاديش يكمل معاك اصلا حتى هو ما يكملش معاك اي ما دوز ما دوز حتى واحد فينا يلا
خويا راه ما يمكنش اصاحبي راه ما يتقبلاش العقل هاد التعامل هذا. يبقى لك صحتك مشى معاه. شوف بنادم قلبو رطب. الحمد لله كاين الخير. والله الا كاين الخير في البلاد. شوف علاش واو سير الله يعاونك ما يمكنش يكمل معاك با سانسيرمون فيو لا سيتوياسيون ايكونوميك اسمح لي كيغان اسمح لي دقيقه يا ماشي كاين وجه في الوجه خويا لا باش كيفاش امبوسيبل ما كتشوفش داير واو شوف انسان على لا خو لا حتى هضر على رمضان خو لا حول ولا قوه الا بالله. كتعرف يا خو القوانين شنو شوفه كيدير فيه كيفاش انسان مواصل صافي بليزير كاع دار لي شوف اي مرحبا بك خو لا نورمال لا خو امبوسيبل سا با انا ثاني امبوسيبل نهضر معاك لا حول ولا قوه الا بالله. شوف دوك نبدا نقولوا الكارتيغ طابوش كاين بلي لا عبد كيما انا يا ها عبد كيما انا شوف شوفهم كيفاش داير يومين هذا خويا خو يومين الله يحفظك شتا دو صحاف انا صحافي بصح دو حقارين خو شت لا حول ولا قوه الا بالله لا واش خصو هذا بصح علاش انا كنفيريتي تقول لي حقارين وتعيط واش خصو واش خصو بنادم ولا انت قالك الحقار بقى فيك الحال مسلمين وانت تهضر على رمضان السلام عليكم راه مسلمين وكتهضر على رمضان واو التعلم المهنيه والانسانيه من الصحف النازيه اللي تربى على المواقف الثابته والمعاملات الاخلاقيه كلام عن التعبير لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش زعما ما فهمتش يخوف مهدها يخوف كانوا وليدك يشوفوا في الليل كيخوف كيفاش يشوفوا مدام شنو شوفوا كدير فيه نورمال يا خو نعيطوا لوليدك تشوفوا ايه بيان سور عيط لوليدك هيا حنوني دير خمس مع عمو يلا لا حول ولا قوة إلا بالله روح الله يستر روح على ما تروحش لا لا ولا انا اسمح لي لا حول ولا قوة إلا بالله ما إلا صعيب بزاف ما يمكنش بنادم تشوفو كيدير هاد الفعل هذا وتبقى تشوف فيه الله تهضر معاك كيما هكا علاش ما نهضرش مع هاد مدام سيريو انت راك منك سيريو دوكا هنا عدنان شوف وما يمكنش راه ما يتقبلاش العقل صح خويا صافا علاش شوف يا خو ما يتقبلش امبوسيبل يا خو لا هذا كاع ماشي جيست وعلاش؟ لا علاش؟ هذا ماشي بنادم ماشي بنادم خو مي شنو داروا باش يجوز فهمتني واش انا لا ما نفهمكش يجوز وكذا علاش ما يجوزش يا دار حبيبي علاش؟ انا لا بصح هذه مسؤوليه تحملها قال انسان كذا علاش ما يجوزش هذايا؟ لا علاش راه بنادم كيما حنايا كذا بالغ غدوه تصبح هذا اللي باعك صافي بالغ غدوه ان شاء الله يصبح كيما هو تو سبحان الله ماشي بعيد لا ما نحقلوش احنا ما نحبوش لا لاباس عمي يهضر قول له مين تهضر راك حاب تهضر اهضر على روحك لا تهضر على روحك يا خو الله يستك ما دير لي خدمتي هذه ايه. ما نقدرش ما تحكيوش بصح خدمتي لا ما تحكيوش حقار ما يتزوجوا حتى يتشابوا كي الزوجة كي الزوج رجلة واحدة وموقف واحد لا للظلم
الدور ما يتقبلوه حتى شي واحد. لا لا اخي نورمالمون حنا هذوما الناس اللي نربحوا بهم. دوك كيما تواضعش الانسان كيما هذا مالا لي ما نتواضع راه الصراحه كيما تواضعش لهذايا لي ما نتواضع واش من الخدمه لو كان جاك سكران ولا جاك انسان في حاله صدفه نقولوا معليش اون ميلونج با لي سونتيمون افيك لو بول. لا لا يا با سونتيمون. لا لا هنايا با سونتيمون اسمح لي هنا تواضع هذه ماشي سونتيمون. تواضع دوك هذا انسان انا هذا انا هذا خير على بالك 39 مليون متزاير هذا السيد. الله يبارك. شوف الناس كيفاش دايره كيفاش كيهضر واعي عارف صرا ما يمكنش راه امبوسيبل. اللي يقول لك ما يجوش يخرج يهضر معايا لا حول ولا قوة الا بالله. 40 مليون تزيري اللي يقول لك ما يجوش انا هنا مستحيل مستحيل ما تلقاش واخا الدور ماشي غير تزاير الدور على المسلمين كاملين. لا حول ولا قوة الا بالله. اللي كريتيكي هكذايا في كا في كاباري كيما هذايا فورمو هذا انا ذاك هو الحيوان والله العظيم نقولها لك. لا حول ولا قوة الا بالله. وصبح لنا بزاف. شوف 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 والله يا جزائر ان شعبك عظيم ويستاهل الاعتناء وكل خير واكبر تكريم. والله العظيم والله. شعب بقلب من ذهب. فيديو واعر كل مره يعطينا درس في الاخوه والموده والانسانيه ويخلي الكل متعجب. ما يحمل الحقرة وما يقبل يشوف الزوالين الحقر وما يقبل بالهدرة الزايدة وما يحمل يسمع ولا يشوف واحد متكبر. الجزائري حر ويديه النيف على غيره ودمه سخون وعلى الظلم ما يسمع ما يرضاش ما يرضاش. والجزائرية حنينة وظريفة وعلى المسكين والضعيف تلقاها ديما تتأثر وإذا غاضها حد في ثواني قلبها يتعمر ولسانها يتفجر. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام وخلانا بين هاد الناس الحنان اللي ما ينظلم. الحمد لله الحمد لله. شكرا للمميز خير الدين على مساهمته في هذا العمل التوعوي. والله الا كنشكروه كنشكروه بزاف. والله الا فيديو شويه مؤثر. المهم خوتي ما نزيدش نطول عليكم اكثر. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك ما عجبكمش ديروا ديزلايك هانيه. عطوني رايكم في التعليق علاش درتوا ديزلايك. المهم اللي دار ديزلايك يقول لي علاش درت ديزلايك. درتي لايك قول لي علاش درتي لايك. المهم اللي جديد معنا ولا قديم وما ديرش اشتراك كليكي على اشتراك وملي تكليك عليها راه كيطلع واحد الجرس كليكي عليه مكتوب فيه الكل ولا اول باش يوصلك اي حاجه جديده درتها. هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وما تنساوش انه راه كل يوم فيديو مع 8 ان شاء الله. السلام عليكم.